السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ تحياتي لكل المتابعين، لكل حدا عم شوفنا هلا. الله يسعد لك الايامكم يا رب. طبعا اصدقائي غوالي، اليوم الفيديو هو يعني مو تحدي ولا مقلب ولا تمثيل ولا شيء. هذا الفيديو اليوم بس حابين نطلع انا واولادي ونقدم التعازي للمرحوم الله يرحمه اليوتيوبر عزيز الاحمد، او مثل ما بسمى هو عزيز السعودي الله يرحمه. نحن طبعا واجبنا نطلع نقدم التعازي لكل حدا بيحبه، يعني الله يرحمه ويصبر اهله يا رب، يصبر قلب امه وابوه. يعني هو كان شخص كثير مهضوم، كثير يعني كوميدي، محبوب لكثير عالم، وانا واحد من الناس كده تابعه، وعندي ابني يامن كان كثير يحبه، واولادي كانوا بحبوه، بس يعني كان يامن كثير يحبه. فهيك قلنا له مات يامن. يامن طبعا ما بيعرف شو مات، بس يعني زعل اني هيك قلت له ما عاد يطلع اسمه، نشوفه شيء جديد يعني. فحبينا نطلع هذا الفيديو نحن هيك، هذا فيديو عفوي هيك صورناه على السريع، بس نقدم التعازي لاهله ولجميع يعني محبينه الله يرحمه. وش حابين تحكوا انتم؟ الله يرحمه ويجعل مسوى الجنة، الله يصبر اهله يا رب. امين يا رب. امين. ما في شيء نحكي كمان غيره، ما في شيء نحكي غير هالكلام. الله يرحمه وتحيات للجميع، ونحن نتمنى منكم هلا يعني الكل بالتعليقات يدعي له بالرحمة، ولكل أموات المسلمين أجمعين، لكل حدا مسلم يدعي له بالرحمة يا رب. تحياتي للجميع، الله يسعدكم يا رب. السلام عليكم. بوسة بوسة. خير، دخل شوي.